مساء الخير مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مكناس وهذا التواصل الحي من شوارع العاصمة الإسماعيلية. نرحب بكل ضيوفنا ومتابعينا ومشاهدي قناة شوف تي في أينما حلوا وارتحلوا داخل الوطن أو خارجه. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا في اولى ليالي اللي كان يعني اليوم الاربعاء تم رفع حظر التجوال الليلي، ف مزيدا من الانفراج ان شاء الله. حسن زنا وعليكم السلام ورحمه الله. غادي نشوفوا الاثاره ان شاء الله معنا وغتبقاو على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. متابعي قناه شوف تي في سي هلالي مرحبا بك، مرحبا بك دائما معنا على المباشر. فدائما في اتجاه قلب المدينه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. السلام عليكم سي عبد العالي، تحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. كما قلنا فكاين يعني اهم المستجدات واهم التطورات في ملف يعني في ازمه كورونا. شنو القرار الاخير يعني ديال رفع حظر التجوال الليلي، ويعني وكاين يعني واحد الحمد لله واحد انفراجه وانفراج الحمد لله على مستوى يعني تاع القطاعات ديال الاعراس والقطاعات ديال الحفلات والتموين والناس ديال يعني السلسله اللي كتخدم في هذه المجالات هذه. فهذه يعني الحمد لله الان ممكن انها يعني بعد هذا القرار هذا انها ترجع للعمل ديالها من جديد وتتعوض على الاقل ما ضاع. فراه كنشوفوا عدد ديال الناس اللي باعوا الماتيريال، مع هذه المساله ديال الماتيريال ولات كما قال احد الفنانين اللي كان معنا على المباشر في شوف تي في، فمساله بيع الماتيريال وداك الشيء ولات متجاوزه. فولينا كنشوفوا بعض الموسيقيين اللي مساكن ولاو خدامين في الخضره اللي ولاو كيبيع الديسير. ماشي المانع انه يبيع الديسير، ماشي عيب. فالراجل كما كنقولوا بالعاميه المغربيه كيبقى بحال الفاس، ولكن يعني فيما كان كيقضي الغراض يعني الراجل غادي يجيبها كما كنقولوا باش ما كان. ولكن ملي كتلقى انه انسان يعني واحد كيمتهن واحد المهنه واحترافيه واحد 10 سنين ولا 12 عام ولا 20 سنه ديال العمل، وخصوصا كنعرفوا المجال الفني وكنعرفوا هذا الشيء هذا، يعني واحد عايشين عندهم واحد ستيل دو في كما كنعرفوا الفنانه كيكونوا شويه يعني مبدعين حس مرهف. هاد الناس يعني اللي كيخدموا اغلبيه وقتهم كتكون خدمه بالليل، كتكون خدمه يعني حتى كيجي كيلقى راسو انه امام اللي ولا مسكين خدام يعني مشى قلب على خدمه اخرى غير كاع النشاط باش يعتق وليداته باش يخلص طريطات ديال الدار، باش لانه اغلبيه يعني اونكاجين في شقق، اونكاجين في سكنه، اونكاجين يعني في دي كريديت كونسوماسيون. هادشي كامل الله يحسن العوان، وكذلك النكافات ديال الناس ديال الاعراس. يعني هاد الدومين هذا راه كيحرك واحد المجموعه ديال القطاعات اللي كتشتغل معاه، راه من العطار كما قالنا ذاك السيد ذاك النهار، راه من العطار للترونسبور للدراري ديال الهزه، يعني للناس دوك الخدامه اللي كيجيبوا يعني كل واش كيجيب مول الكروسه اللي كيتسخر كذا، كلشي كيعيش من ذاك المحفل ومن ذاك العرس كما كنقولوا، وكلشي كيخلصوا العريس غير للاشاره فقط. نعم دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في انتم معنا في هذه الجوله الليليه من شوارع العاصمه. نرحب بالناس اللي عاد التحقوا بنا الان في هذا البث المباشر. فعموما هنا في مدينه مكناس والملاحظ يعني ماشي غير اليوم ولا يعني قبل يعني فاش كان حضر التجوال الليلي في 11 ليلا، فمدينه مكناس كانت يعني كتوصل 9 ونص 10 كتخف الحركه، يعني لا حركه سير ولا جولان ولا الناس كذلك ما كتبقاش يعني كتولفوا كما كنقولوا ولفوا هنا ولفنا تسعود الليل صافي. الاغلبيه كيروح للبيت ديالو كيروح عند الوليدات ديالو، خصوصا كما كنعرفوا ان الان يعني كاين موسم دراسي، كاين وليدات، كاين قرايه، كاين شويه المراجعه مع الوليدات، شويه المراقبه كذلك ندخلوهم من الزنقه وهاد المسائل كامله. فيعني هنا تسعود الليل مدينه مكناس، وزاد اللي زاد كمل الان هو انه كاين انخفاض ديال درجات الحراره اللي كتوصل
ما بين يعني في ساعات ديال مورا 10 الليل 9:30 ل 10 الليل، فراه الحراره هنا توصل يعني كاين واحد انخفاض ديال درجه الحراره اللي كيوصل حتى ل 9 10 7 8 يعني كتهبط الحراره. فدائما مشاهدينا، وهادشي من بين العوامل اللي كتخلي الناس تدخل الدار ديالها، لانه راه ما يمكنش انه تجلس، خصوصا حنا الان يعني راه مكناس بدايه ديال 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 يعني مرتفع، ومنها كندخلوا البوابه ديال الاطلس على الحاجب. عاوتاني كلام اخر وتحيه لساكنه مدينه الحاجب وكل ساكنه المغرب العميق، وفي هذه الفتره من السنه اللي كتكون صعيبه وفتره ديال الشتاء اللي نحن مقبلين عليها ان شاء الله، واللي كنتمناو انها تكون صيبا نافعا يا رب. ايمان ايمان باغا تعرضي لشي عرس اختي؟ مرحبا مرحبا. ملاك تحياتي ليك وتحيه للناس الدار البيضاء، وشكرا ليك اختي ايمان. حتى نتوما في تطوان كتقوى كورونا بكري. نعم نعم، فكما قلنا دابا الان يعني خصوصا الاسر وخصوصا يعني الناس يعني بدات وقت القرايه دابا، اللي عنده التكوين عنده التكوين، اللي عنده خدمه عنده خدمه. فهذه الصيف مثلا نقدروا نقولوا انه فتره ديال الصيف اللي كيكون الناس باغا تخرج وترتاح وتاخذ الراحه ديالها. حنا الان كنتواجدوا مشاهدينا بسريج الصواني، واللي مازال الاشغال مستمره به يعني من اجل اعاده ترميم واعاده يعني تاهيل هذه المعلمه التاريخيه، واللي هي معلمه تاريخيه كذلك وعلميه فيما يخص تخزين المياه والطريقه كيفاش كانت قرون هذه. فيعني المغرب الحمد لله، فما وكذلك بالجانب ديالو هريس الصواني اللي كان يعني واحد هذه كتسمى يعني في هذيك الحقبه التاريخيه يعني هذه دي خزان ديال المياه اللي ممكن كيضمن يعني الامن المائي بالنسبه للساكنه اللي في اللي داخل مدينه مكناس انذاك، والقصر والاسوار كل ما يدور بالسور ديال مدينه مكناس، هذا الخزان. وكان المنبع ديالو او المصدر ديال المياه اللي كتدخل ليه هو وادي بوفكران، والواد ديال بوفكران اللي كانت فيه معركه وتاريخيه. فمدينه مكناس كما كنقولوها وكنقولها دائما مدينه تاريخيه، ويعني كنتمنى انه كتاب السيناريو وكتاب الناس اللي كيديروا الافلام وهاد الناس يعني يخدموا على واحد الشريط تاريخي ولا واحد الفيلم تاريخي لمدينه مكناس، لانه تبارك الله والله العظيم الا كاين مؤرخين كاين ناس اللي وكاين اثار اللي باقا كتشهد على هاد الحقبه هادي وكتدل على هاد الوقت هادي، علاش ما نستثمروش في هاد في هاد في هاد في هاد في هاد في هاد التاريخ ديالنا وفي هاد التراث ديالنا اللامادي اللي هو خاصو يعرفوه المغاربه ويعرفوه النشء ونعتزوا به ونفتخروا به، لانه مدينه مكناس كنقولها دائما كنعاود نقولها فراه يعني التاريخ مليء بكل ما كان هنا في مدينه مكناس، وخصوصا في داخل الاسوره ديالها لمدينه فاس كذلك، فراه يشهد على حقب تاريخيه وعلى مرور الرجال مروا من هنا ولا او خلاوا الاثر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. ماشي مشكل لا ايمان، خلي كل واحد كيقول داكشي اللي الذي يخالجه كما نقول. فتحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. فنحن دائما يعني احنا الان معكم في حومه او حي بن محمد في هذه الجوله الليليه دائما مشاهدينا، وكما قلت لكم يعني الكل يعني بالبيت ديالو، كاين انخفاض ديال درجه الحراره في الاثناء هذه. وتحيه لكل ساكنه مدينه مكناس بكل احيائها وصراحه والنواحي كذلك ابوراي وبوفكران وايت ولال وجري ومن هذه الجهه عاوتاني واد جديده وسبع عيون وبودربالا الحاج قدور، الجهه الاخرى عاوتاني كاين مولاي ادريس الزرهون وحمراوه ومغاصين، هذه الاماكن كامله اللي روافد ديال مدينه مكناس واللي هي يعني تزين هذه الفسيفساء المكناسيه. تحية لكم دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر اللي كناخذكم معنا في هذه الجولة الليلية، وكنتواجدوا الآن هنا ببني
هني محمد هو بالضبط قرب باب بالقاري ياك هادو تقاوز لبني محمد نعم في اتجاه متحف باب القاري وهنا جنبنا رياض او رياض منتزه الرياض او كما يتعرف عليه هنا ما بين الساكنه المكناسيه بالزويتينه الاجواء عندكم في المدن ديالكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر هادو جاوا قدام وعلى المباشر فكما كتلاحظوا معنا هذه مجموعه ديال الكلاب الضاله اللي كنتمناو ان هذه رساله واضحه وعلى المباشر كنتمناو انه المسؤولين يلتقطوا هذه الرساله هذه وهذه الصوره هذه ماشي رساله هذه الصوره اللي شفتوا قدامنا الان فانتشار مثل هذه الظواهر في شوارع المدينة فهو كيشكل خطر على المارة وعلى الأطفال وعلى النشء كذلك فكنتمنى أنه يتم استدراك هذا الأمر هذا من لدن مصالح الجماعة هنا جماعة مكناس ويعني تكون حملات على هاد الكلاب الضالة اللي كتجوب بعض شوارع المدينة الآن على المباشر شفتوها معنا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في هما اعترضوا لنا الطريق هما قالنا راه بغينا ف كنتمنوا ان المسؤولين يلتقطوا هاد الرساله وهاد الصوره اللي شفتوا معنا على المباشر ودائما هنا يعني صراحه كاين تجاوب كبير هنا خصوصا من مصالح والسلطات المحليه فكتجاوب في كل يعني في كل حاجه كنحاولوا انه نوصلوها او تكون يعني اي قضيه كتكون او اي مشكل كيكون على مستوى هنا المدينه فكيكون واحد التجاوب كنتمنوا كذلك المصالح ديال جماعات مكناس وخصوصا المجلس الجماعي الجديد انه يمشي في هذا المنوال هذا يعني طاقة تواصلية ويكون يعني قريب من كل هموم الساكنة وخصوصا ساكنة مدينة مكناس اللي الكل يريد غد أفضل لهذه المدينة وتركب حتى هي قطار التنمية وتمشي لقدام إن شاء الله بمشاريع وباستثمارات وببنية تحتية تليق بمدينة اللي أصبحت الآن يعني مدينة مليونية وتحتاج إلى يعني هيكلة تليق بمدينة مليونية ومرافق تليق بمدينة اللي يعني كتستقطب عدد كبير ديال الناس وديال والآن كنتمناو يكون استقطاب للاستثمارات هنا بالمدينة مصانع ولخلق فرص الشغل لأنه كاين يعني مؤشر ديال البطالة طالع بزاف في مدينة مكناس كنتمناو أنه هذا المجلس يقوم يعني ويدخل في هذه الدينامية الجديدة وتنال مدينة مكناس كذلك حقها وتكون منخرطة بشكل كبير في النموذج التنموي الجديد مشاهدينا تحية لكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في أشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة معنا هنا من مكناس هذه الأجواء هنا في ساحة تهديم كما كتشوفوا معنا الساحة بدات كتخوف أثناء هذه الكل يعني بالبيت ديالو قليل الناس هذه هي الحركة الآن في مكناس وهذه هي الأجواء الليلية شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في كنتم معنا من خلال هذه الجوله هذه كنتم معنا في هذه الجوله هذه وغادي نكملوا معكم وغادي باب الشهير وباب المصور ساحه الهديم كذلك Thank you.
عماد برشلونه قال لك تحيه من مونبولي فرنسا. تحياتنا ليك وتحيه الجاليه المغربيه بالديار الفرنسيه والديار الاوروبيه كذلك، كل مغاربه العالم تحياتنا لهم. كيف هي الاجواء عندكم؟ اسيا تحيه ليك اختي، تحيه متبادله، وتحيه لكل ساكنه مدينه مكناس اللي كيشاهدونا الان في الاثناء هذه. احنا معكم في جوله في بشوارع المدينه وكذلك بالمآثر وهنا يعني بالقرب من اقدم سجون العالم، سجن قارة، ياك اقدم سجون في العالم اللي له تاريخ وله كذلك عدد من الاساطير اللي كتحكي عليه. فغادي وهنا ضريح المولى اسماعيل رحمة الله عليه. وكما لاحظتم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، فلوحات يعني ديال ديال المشاريع التي لا زالت مستمره في مكناس، كنلاحظوا انه كل المآثر يعني مازال الاشغال مستمره. هناك بعض المآثر التي يعني الاشغال مستمره على قدم وساق، في هناك بعض وهناك بعض المآثر التي يعني باقى يعني توقف يا توقفت فيها يعني توقفت فيها الاشغال يا في انتظار دخول مقاولات جديده. يعني كنتمنى انه في القريب العاجل ان شاء الله انه نشوفوا مكناس بابهى حله، وخصوصا المآثر التاريخيه اللي الان يعني مازال العمل بها كما كتابعوا معنا على المباشر، مازال الاشغال مستمره في عدد من المآثر. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لحسن المتابعه والاصغاء، تحيه لكم اينما كنتم، كان معكم مراسل قناه منير من مكناس، الى اللقاء.